أيها الدرويش الفاني، مما تخشى اذهب وشأنك، ولا تخف من السلطان، ولا تخشى الشيطان، كن فيلسوفا يرى الدنيا العوبة، ولا تكن صبيا هلوعا، إنه زيان عندي طال العمر أو قصر، فإن هدفي أن أبلغ الغاية، وحينئذ أقول فزت ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أؤلف، وأؤلف فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، هذا إن جعلت الباء أصلية، وإن جعلتها زائدة فلا تحتاج إلى متعلق به، وتقول حينئذ في الإعراب الباء حرف جر زائد واسم مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والخبر المحذوف تقديره اسم الله مبدوء به. بسم الله ما شاء الله، ما هذا الذي كنت تقوله؟ كان هذا من شرح الكفراوي على الأجرومية. لست أفهم، كأنك كنت تنطق بالسريانية. كانت هذه هي الصدمة الأولى التي تلقيتها بالأزهر الشريف عندما جئت لطلب العلم. لن يسكت الحزب الوطني الذي أنشأناه. لن يسكت على ماذا؟ على سجننا؟ على حبسنا؟ أنا وأنت غرباء في نظر الحكومة، سوف يطردوننا من البلاد، وظني أنهم يطلقون سراح الشيخ محمد عبده. على أي حال نحن قد تعودنا على هذا. صدقت يا عارف، يجري علينا القدر بما كتب في الأزل. الذي يحزنني أن الخديو الشاب قد عاهدني على الإصلاح، وأن يكون المجلس النيابي حقيقة. للسلطان قوة تعرفها يا أستاذ. الخديوي توفيق أضعف 1000 مرة من أبيه الخديوي إسماعيل. على أي حال قد وضعنا في هذه الأرض بذرة للشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، ربما ينسانا الناس وربما يتذكروننا، ولكننا نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في طريق الخلود عبر باب الموت، حيث الجزاء الأوفى والنعيم الذي لا ينقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد كنت نعم المعلم والأستاذ، قمت بواجبك وزيادة، علمت الناس كيف يكونون أحرارا، شرحت لهم الدين، فسرت لهم القرآن، من كلامك عرفوا الطريق. وهل يسلكونه؟ وما يدريك يا أستاذ، جلس إليك الكثير من أعضاء مجلس شورى النواب، ومن الصحفيين والكتاب، وضباط الجيش وجنوده، ومن الكبراء مع الأعيان، والبسطاء وسواد الناس، الكل جلس إليك والكل فهم كلامك، عرفوا رأيك. وهل هذا يكفي؟ في هذا العالم لا يكفي الفهم، وماذا يفيد الفهم؟ هو أول خطوة. نريد أن نخطو الخطوة الأخرى. علمتنا يا أستاذ ألا نسبق الزمن، قلت إن للزمن علامات، وعلامة هذا العصر هو الفهم. ما زلت أقول ماذا يفيد الفهم. لابد لنا من العمل. الأعداء حولنا من كل جانب، الغرب يريد البطش، يريد شراء الشرق.
ساعده في هذا جهل الناس. قد بددت الجهل بنور الكلمات. ما ينقص هذه البلاد هو الهمة. إن الأزمة تلد الهمة، ولا يتسع الأمر إلا إذا ضاق، ولا يظهر فضل الفجر إلا بعد الظلام الحالك. وماذا ترى يا أستاذ؟ وعلى ما أرى فقد أوشك فجر الشرق أن ينبثق. فقد ادلهمت فيه الخطوب، وليس بعد الضيق إلى الفرج. سنة الله في خلقه. سوف نبقى أياما أخرى، لعلنا نستطيع تحقيق شيء. من يدري، للوقت قيمة كبيرة ولا ينبغي أن نضيع دقيقة واحدة. ما هي الخطوة الأولى من أجل إقامة وطن قومي لليهود في كل بلاد الدنيا؟ زوال الدولة العلية العثمانية من الوجود. نحن نحاول يا جينات، نحن نحاول. هذا الشرطي قريب الشيخ محمد عبده لما أذن لنا بالزيارة. كان المجلس يكتظ بأعيان الناس وكبرائهم، ولكنهم لا يعرفون طريق السجن، لا يذهبون إليه، ليس لهم فيه من يزورونه. أنت أكبر وأعظم من كل أعيان البلاد وكبرائها. أنت أعظم من أفنجينا. اخترت طريقا صعبا وشاقا، لا محل فيه للراحة ولا مكان فيه لزوجة. سأظل هكذا حتى ألقى الله. يوم في السجن وآخر في مقهى على الطريق، حتى يأذن الله باللقاء فنستريح من وعثاء سفر طويل ملئت باللصوص وبالقطاع عبر ليل قاتم شديد الظلمة، ولكن توجد فيه قبسة من نور ضئيل تبدو من بعيد. لماذا لم يأتي معك الشيخ عبد الحكيم؟ وحكة ألمت به فلزم الفراش، لو علم بما جرى لأصر على المجيء. سوف يشفى بإذن الله. ماذا يفعلون بكم؟ لست أدري يا ثريا، لست أدري كيف، لكن من تجارب الماضية ربما يمكنني أن أفهم. هم في العادة يضعوننا في سفينة تغادر البلاد إلى مكان بعيد، مكان لا يعرفنا فيه أحد، وننزل البر ونعرف الناس، ويقوم الأستاذ بتعليم الناس وتفهيمهم ويوقظ ما مات من ضمائرهم وينير عقولهم بكلامه. ثم أيام في السجن والسفينة وهكذا. حدث هذا قبل ذلك؟ نعم. وأنا ماذا أفعل؟ تأتين معنا وكذلك الشيخ عبد الحكيم. وإن لم يسمحوا لنا بذلك؟ لست أدري يا ثريا، لست أدري. نحن في قبضة وحش مفترس، لا نستطيع أن نشير عليه بشيء. هو يفترسنا على النحو الذي يريد. ألا تختلف هذه المرة؟ ويكتفون بسجننا فقط؟ نعم. لست أدري، ربما يا ثريا قد مكثنا في مصر كم من الوقت؟ 10 سنوات. نعم، نحن الآن
في عام 79 و800 وألف. نعم يا ثريا، لعلها تختلف هذه المرة، ولكن كيف؟ كيف؟ عدونا واحد في كل مكان نذهب إليه، أسلوب واحد وجدته وخبرته في كل بلد نذهب إليه، الترغيب مع الترحيب، التشريد، تخويف الناس، المريض يأبى العلاج، ماذا نفعل له؟ الصبر، الصبر يسكن روع النفس. وأنت؟ ماذا عني؟ ماذا تفعلين؟ سأذهب غدا لرياض باشا. لماذا؟ أسأله خروجك من السجن. إياك، عرضوا علي الجاه مع السلطان، واليوم أرسل امرأة تنقذني مما أنا فيه. أنا بخير، السجن خير مكان لمثلي، أراجع حفظي للقرآن، أديم الفكر، أتأمل أحوال العالم. لن ينقص من قدرك أن أتحدث في شأنك مع رئيس النظار. هل تفعلين شيئا أكرهه؟ كلا يا سيد جمال الدين، وهم لا يسجنوننا أبد الدهر. إن شاء الله، إن شاء الله. ما الأخبار يا شيخ محمد عبده؟ أخبرني قريب من الشرطة. بماذا أخبرك؟ صدق الإنجليزي يا أستاذ. سفينة من السويس؟ نعم. لثلاثتنا؟ كلا يا أستاذ. ماذا تعني؟ أنت وحدك. وأنا سوف تبقى في السجن إلى حين. وأنت؟ سيخرجونني في الصباح. يفعل الله ما يشاء.